تعلقهم بهؤلاء الذين. ولذلك جاء بما قيل في حاميم أنها اسم وليست حرفا وإنما هي اسم للسورة, سورة حاميم. إذن سورة مضاف وحاميم مضاف إليه, على أن حاميم اسم للإيه؟ للسورة. وأتى بقول شريح بن أبي أوفى العبسي, وهذا كان في الحرب وفي الضرب, فلما ضربه الذي كان في مواجهته ذكره بآيات من سورة حاميم, لأنه لما أراد أن يضربه ذكره بآيات من سورة حاميم, فقال يذكرني حاميم والرمح شاجر, يعني الرمح على رأسه, فهل تلا حاميم قبل التقدم, يعني كان عليه قبل أن يتقدم إلى المعركة عليه أن يتلو حاميم وأن يأخذ بما فيها وأن يعمل, فإذا تلاها قبل التقدم فربما لم يقف هذا الموقف. بعد ذلك يقول الطول, الله عز وجل يقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول, يعني صاحب الغنى والفضل. إذن الطول معناه ايه؟ الغنى والفضل والمنن والعطايا والآلاء, هذا كله يسمى طولا. والناس في لغتهم العادية يقال فلان يده طائلة, يعني يده ايه؟ فيها مال يستطيع أن يفعل. إذن الطول معناه إيه؟ الغنى والفضل والمنح والآلاء. وهذه حقيقة, لأن الغني الحميد الذي لا غني سواه هو الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك بعدها قال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز, يعني لو أراد لفعل, لأنه سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول للشيء كن فيكون. تفضل يا سيدي. وقوله تعالى داخلين أي قاضيين, هذا القول هو قول أبي عبيدة, سيدخلون جهنم داخرين, يعني خاضعين صاغرين أذلاء, لأن الذي سيدخل جهنم سيرى نفسه ذليلا بعد أن كان في الدنيا عزيزا, عاش في دنياه في عزة منعة وعاش في قصره وعاش بين جنوده أو بين خدمه وحشمه, ويرى نفسه له قيمته وله حاله, لكنه إذا رجع إلى ربه الذي خلقه وكان من الكافرين دخل إيه؟ جهنم. ودخل جهنم وهو ذليل بعد أن كان عزيزا. هذه العزة التي كانت في دنياه ذهبت تماما وهو عند مولاه. ولذلك العزة لا تكون إلا بالله. من أحب أن يكون عزيزا فعليه بالتذلل لمولاه. لذلك سمعت شيخنا نجم الدين الكردي يقول الذل له هو العز الأكبر, يعني إذا أردت عزا فعليك بأن تتذلل لمن؟ لله رب العالمين. كفاني عزا
أن تكون لي ربا وكفاني فخرا أن أكون لله عبدا. يعني هذا هو الحق الذي يقال عند أهل الله. لذلك أحد العلماء اللهم ارحم الذين سبقونا على الإيمان وارحم الذي مات اليوم وهو أستاذنا تقي الدين رحمه الله رحمة واسعة، أحد العلماء لما حان أجله وأحس باللقاء بكى، فكان التلاميذ من حوله: يا شيخنا ما يبكيك؟ أنت والحمد لله عشت بيننا معلما ومدرسا وشارحا، وحياتك كلها بين العلم والعمل. فالشيخ أفاق وقال: تفكرت في حشري، تفكرت في حشري ويوم قيامتي وإصباح خدي في المقابر ثاوية. يعني فكر في اللقاء مع الله وفكر في القبر. تفكرت في حشري ويوم قيامتي وإصباح خدي في المقابر ثاوية، فريدا وحيدا بعد عز ورفعة، رهينا بجرمي والتراب وساديا. تفكرت في طول الحساب وعرضه وذل مقامي حين أعطى كتابيا، ولكن رجائي فيك ربي وخالقي بأنك تغفر يا إلهي خطايا. يعني المذلة الحقيقية هي مذلة يوم القيامة، أما في الدنيا فهو يعيش بين أترابه وأولاده وأصحابه وأحبابه، ويعيش ومعه ماله وله حاله، وربما كان له سلطانه، لكن حينما تكشف السرائر فما له من قوة ولا ناصر، هنا تكون المذلة. أما الذين أعزهم الله بطاعته وأتعبوا أنفسهم وجاهدوها في سبيله فإنهم يرون أنفسهم يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظل. يعني هناك في يوم القيامة أعزاء، وهم الذين كانوا في دنياهم فقراء، وكانوا في دنياهم يرون النصب كله في الحياة، وإنما أرادوا طاعة مولاهم فأكرمهم في دنياهم وستر عليهم وأعزهم يوم لا عز إلا عزه، وأظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن حينما يقول سبحانه: سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين وأذلاء، لأنهم أخذوا عزهم في دنياهم فلهم المذلة في أخرى. تفضل يا سيدي. وقال مجاهد: قوله تعالى إلى النجاة أي الإيمان. تفسير النجاة دائما تكون النجاة مسببة، يعني ذكر النجاة في الآية ذكر للمسبب وإرادة السبب. ما السبب في النجاة؟ الإيمان. إذا أردت أن تنجو من عذاب يوم القيامة ومن الصغار ومن المذلة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فعليك بالإيمان. فمن آمن بالله وجاهد وصبر، لأن المجاهدة تحتاج إلى صبر، صبر عن المعاصي والبعد عنها، وصبر على الطاعة، وصبر على أذى الناس من حوله، فإذا كان كذلك فإنه في يوم القيامة
على حد قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم. إذن جاءت النجاة من الإيمان بالله والعمل على مقتضى الإيمان حتى يأتيه اليقين. نعم يا سيدي. وقوله تعالى ليس له دعوة يعني الوثنة. هم كانوا يدعون إلها سوى الله عز وجل، فحينما يدعى ويعبد ما سوى الله فإنه يأتي يوم القيامة ولا يجد أثرا لما صنع. الذين كفروا أعمالهم كسراب، في آية أخرى كرماد، والمعنى كله أن عمل الكافرين في دنياهم إن كان حسنا لا أثر له، وإن كان سيئا فإنه سيكون سببا في هلاكهم ويدخلون جهنم داخرين. ولذلك قال الدعوة يعني الوثن الذي كانوا يدعونه من دون الله، وكانوا يحلفون باللات والعزى ولكنهم لا يجدون أثرا لهذا عند الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم. وقوله تعالى يسجرون أي توقد بهم النار. سجر النار يعني وضع فيها الحطب لتشتعل، سجرها يعني زاد من اشتعالها بوضع الحطب، لأن الكافرين ومعهم أصنامهم الكل سيكون حصب جهنم، يعني تسعر بهم النار وتشتعل بهم النار. والله عز وجل بيّن بأن هذه الحجارة التي عبدتموها من دون الله هذا كله سيكون يوم القيامة هم وآلهتهم حصب جهنم، هم لها واردون. تفضل يا سيدي. وقوله تعالى تمرحون أي تبطرون. المرح معناه الفرح مع الكبر، الفرح مع الكبر يسمى مرح. تمرحون أي تفرحون فرحا فيه استكبار، وكأنه أحس بأنه ملك ما يريده من غير أن يكون له صلة بربه. وعلى هذا فهذا المرح يؤدي بالإنسان إلى البطر وإلى البعد عن الله والكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا هو الذي يقع فيه كثير من الناس عند الفرح. يعني حينما يفرح يقول أنا صنعت لولدي كذا وأنا أقمت له فرحا في المكان ما أقامه أحد، هذا كله مرح وهذا كله كبر. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن نكون متواضعين حتى يرفعنا رب العالمين. من تواضع لله إيه؟ ومن تكبر على الله خفضه. ولذلك ترى الشاب وهو في هذا المرح بعد أن ينتهي من حفلات الزفاف وبعد أن يصل إلى بداية الحياة يرى نفسه مديونا لكل الناس ومديونا لربه. لماذا؟ لأنه غفل عن الله وترك الصلاة وقال قولا لا يرضي مولاه وأحس بأنه ملك بعيدا عن الله، فيرى نفسه خسر الدنيا وخسر الآخرة. إلا من تاب
وأناب ورجع وعمل عملا صالحا واستقام فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أما من بقي على حاله حتى أتاه اليقين فهذا قد خسر الدنيا والآخرة. نعم. وكان العلاء بن زياد يذكر النار فقال رجل لما تقلط الناس؟ قال وأنا أقدر أن أقلط الناس والله عز وجل يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول وأن المسرفين هم أصحاب النار ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة أن تبشروا بالجنة على مساوي أعمالكم. وإنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنات لمن أطاعه ومنذرا بالنار من عصاه. صحيح. وعلى المتحدث في المواعظ أن ينذر بالنار لمن عصى الله، وإذا رأى من الناس أنهم صاروا في حالة شدة عليه أن يبشرهم بالجنة، لأن الله عز وجل قال لعباده يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا لمن آمن وتاب، طالما تاب وأناب فالله عز وجل لن يتركه وإنما سيعطيه من قبول التوبة ومن الرحمات ما يرى أثر ذلك على حياته كلها. فالزمان الذي مر عليه وهو مع الشياطين يبدل الله سيئاته حسنات. إذن صارت الحياة كلها من بدايتها إلى نهايتها في طاعة الله، وهذا لمن أخلص في توبته. فعلى الواعظ أن يذكر بالمآل وأن يبشر بالجنة أيضا لمن أطاع. إن الله جعل الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وجعل النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. وهذه كلمة الإمام زين العابدين سيدنا علي ابن سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، حينما كان في مكة وكان لا ينام ولا يهدأ طوال ليله ونهاره في عبادة رب، إما في طواف وإما في سعي وإما في تلاوة قرآن، يعني حتى الطعام لو طعم يطعم وهو يذكر الله، رجال. فلما كان في الليل وذكر أبياتا وظل يقول الأبيات حتى خر مغشيا عليه، جاء واحد من الحجاج وقال من هذا؟ فلما نظر في وجهه قال زيد العابدين علي بن الحسين من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. ثم قال ما لك يا زين العابدين؟ إن الله طهركم وذكركم في كتابه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلما هذا البكاء وهذا التضرع؟ فقام سيدنا زين العابدين ونظر إليه وقال إليك عني، معنى إليك اذهب، اسم فعل أمر أخذ من الجر والمجرور، إليك اذهب. ثم قال يا هذا إن الله عز وجل جعل الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا،
يذكر بسيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، وجعل النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا، يذكر بأبي لهب هو عم رسول الله، لكن هذا طائع هذا عاصم. ثم قال: أما سمعت قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ ولذلك كانت هذه الكلمات تدل على ما في القلب من نور وصلات بالله رب العالمين، وهذا هو الذي يصح. كل ما كان من متاع الحياة وإشارات الحياة سينتهي أمره وينقطع مدده، والباقي ما كان لله، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فحينما قال سيدنا العلاء ابن زياد للناس وذكرهم بالنار، وقال له الرجل: أنت قنطت الناس؟ قال: لا يا أخي، أنا لا أستطيع أن أقنط الناس، لأن الله قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال: وأن المسرفين هم أصحاب النار، يعني مع كونهم من أصحاب النار إلا أنهم إذا رجعوا إلى ربهم واستقام أمرهم ووضعوا أقدامهم في أول الطريق إلى ربهم، الله عز وجل يبدل سيئاتهم حسنات ويكرمهم في دنياهم ويرضى عنهم في دنياهم وأخراهم ويدخلهم جنته، وذلك فضل الله. تفضل يا سيدي هات الحديث. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عمر بن زبيد قال قلت لعبد الله بن عمر أيوة. أخبرني بأشد ما صنع المشركون. هذه الواو التي في عمرو للفرق بينها وبين عمر، وهذا يعني فارق إملائي حتى لا نقع في خلط. الواو إذن يقال عمرو، بدون الواو تكون إيه؟ عمر، وعمر تمنع من الصرف لكن عمرو مصروف، وهكذا. نعم يا سيدي. أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنكب يعني ما يكون على هذا الذي ترون، هذا يسمى المنكب، نهاية العضد مع الكتف يسمى منكبا. أخذ بمنكب رسول الله فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغى ثوبه في عنقه فخلقه خلقا شديدا فأخبر أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ رضي الله عن سيدنا أبي بكر. سيدنا أبو بكر قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وكافأناه عليها، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل عليها. لماذا؟ لأنه كان صاحبا مخلصا لرسول الله، يعني هو أول الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من قدم للإسلام شيئا كافأناه عليه.
إلا أنني لا أستطيع أن أكافئ أبا بكر لأنه قدم للإسلام ما لا أستطيع أن أكافئه عليه، فالله يتولى مكافأته. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق والصحابي رضي الله عنه أرضاه الذي ذكر في القرآن بصفته إذ يقول لإيه؟ لصاحبه. إذن الصفة هنا أقوى من الموصوف، لأن الصفة إذا كانت هي التي تعلي من قدر الموصوف إذن فهي أولى من اسم الموصوف. فالصفة هنا صفة الصحبة، وكان رضي الله عنه صديقا بمعنى أنه لم يكن أبدا يفكر في كلام رسول الله إنما يصدقه من غير تفكير. لماذا؟ لأنه آمن به. ولذلك جاءته تحية من الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن الله يبشرك بأنه قد رضي عنك، فهل رضيت عن الله؟ فبكى سيدنا أبو بكر: يا رسول الله، وكيف لا أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ والله يا رسول الله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الجنة. الأمر لله. ولكن نفهم من هذا أنه صلى الله عليه وسلم بشره ببشرى، وكلام الله لا رجعة فيه، قوله فصل وما هو بالهزل. لكن سيدنا أبو بكر الصديق كان خائفا خوفا شديدا، يعني يا رسول الله أنا سأظل على خوفي ولا يقع الأمن في نفسي أبدا، وإنما سأظل خائفا من الله حتى ألقاه وحتى أدخل الجنة بقدمي، لأنني إذا دخلت الجنة بقدمي فلا خروج. وهذا فيه تعليم لكل واحد فينا يرى نفسه قدم شيئا. إذا رأيت من نفسك أنك قدمت شيئا فلا تقل أنا قدمت، لا، فإذا فرغت فانصب. هذا لرسول الله ونحن من وراء رسول الله، فإذا فرغت إيه؟ انصب، ولا تنظر إلى ما صنعت ولكن انظر إلى ما قصرت، وانظر إلى ما بقي من حالك في بقية أيامك حتى تلقى ربك تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته، أن يباعد بيننا وبين معصيته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.